مرحبا. هوى أدار بأبع الأشجار، هيك بيقول المثل. أصدرت منظمة الصحة العالمية تقرير حول نسبة تلوث الهواء ببلدان العالم، وأعلنت أن العاصمة الهندية نيودلهي هي المدينة الأكثر تلوثاً بالعالم، وهالتلوث عم بيسبب بأمراض كثيرة بالرواية، وهو المسبب الأساسي لوفاة عدد كبير من الأشخاص سنوياً. بالعودة لطقسنا، شتوي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة على الساحل ومنخفضة على الجبال، الرطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 120 درجة. اليوم طقسنا غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة وتكون ضباب كثيف على المرتفعات. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 600 مليمتر، السنة الماضية 507، والمعدل العام لآخر شباط 690 مليمتر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل: 13 على المرتفعات، 6 بالبقاع، 4 وبالأرز درجة واحدة. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي راح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 18 درجة مع تساقط أمطار، التل 19، النوبين 7، أرطبة 9، فقرة 7 18 درجة، بيبت مرب عبدة 20، أرز شوف 8، مشغرة 12، ودير الزهراني 16 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح المي 20 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 10 و45 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار السبت بتتراوح بين 13 و20 درجة مع تساقط أمطار، الأحد بين 13 و20 والطقس عم بيكون غائم، التنين بتتراوح بين 14 و21 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنبدأ جولتنا مع الكويت و23 درجة، القدس 17، طرابلس 20، تونس 25 درجة، ومننهي جولتنا مع روما 15 وباريس 10. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.